الدكتور احمد سعيد المرشح على منصب نائب الرئيس في انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي. في البدايه عايز اعرف اخد كلمه منك واعرف حضرتك شايف الانتخابات ازاي والمنافسه في الانتخابات ان شاء الله. اي انتخابات في الدنيا بتبقى يعني هي المسار الديمقراطي الحقيقي اللي بيخلي الجمعيه العموميه تختار الناس اللي تمثلها في النادي. انتخابات السنه دي انتخابات دقيقه جدا جدا على اساس ان احنا عايزين نعمل تغيير وعايزين نعمل طفره في النادي الاهلي. شايفين النادي الاهلي يستحق الاحسن، شايفين النادي الاهلي عمل حاجات كتير في الماضي، لكن احنا في مرحله بالغه الدقه النهارده من حيث الوضع في البلد، من النادي الاهلي هو قاطره الرياضه الحقيقيه. فبالتالي عايزين نقود هذه القاطره بالعلم، عايزين نقود هذه القاطره بفكر حديث يمكننا من ان احنا نحط مصر على مصاف الدول المتقدمه في الرياضه. وما اروع من النادي الاهلي ولا اروع من النادي الاهلي ان احنا نقدر نحقق بيه هذه الاحلام. ايه ابرز البرنامج الانتخابي لحضرتك وما ستقدمه لاعضاء النادي الاهلي؟ البرنامج الانتخابي بتاعنا عباره عن ملفات كثيره، ولكن انا كاحمد سعيد ناوي اعرض اول حاجه لو ربنا وفقنا ودخلنا مجلس الاداره ان احنا لازم نعمل استبيان على مستوى علمي دقيق جدا، وناخد عينه حقيقيه من النادي، من اعضاء النادي الاهلي والعاملين والموظفين، عشان نقدر نحدد ايه هي مشاكل النادي من وجهه نظرنا. لما يبقى عندنا هذه الدراسه اقدر اقول لحضرتك انا هتحرك ازاي. حضرتك شايف المنافسه ازاي مع قائمه مهندس ابراهيم المعلم؟ المنافسه قائمه محترمه جدا، مهندس ابراهيم المعلم راجل محترم جدا، اخويا واخويا الكبير، وبتمنى له كل التوفيق. وهي منافسه في النهايه كلنا رياضيين، والجمال العموميه هتختاره هو اللي هيكسب وهيتشرف بتمثيل النادي الاهلي.